أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني بعض الشباب، هل المشاركة في الشعائر الحسينية من الواجبات؟ الجواب على ذلك، لا يستطيع مؤمن أن لا يشارك في الشعائر الحسينية في شهر محرم وصفر. هنالك انقلاب يحدث في قلوب المؤمنين، لأن الله عز وجل جعل الحسين محبة لا تنتهي، محبة لا تخبو، محبة هي أكثر من محبة الإنسان لعائلته، لأولاده، لأهل بيته. نحب رسول الله ونحب أهل بيته أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا، ونقول بأبي أنت وأمي، نفد الحسين بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا. الحسين سلام الله عليه قدم دمه الزكي لكي يهدينا إلى سواء السبيل، وعلينا أن نشارك في شعائره. الشعائر الحسينية في الحقيقة هي التي حافظت على الواجبات العينية، هي التي تحافظ على الصلاة والصيام والحج، هي التي تحافظ على إيمان الناس وتقواهم، هي التي تحافظ على عبادات الناس. لا أقول أن المشاركة في الشعائر الحسينية من الواجبات العينية، لكن أقول أحيانا يكون شيء مستحب يحافظ على الواجب، والشعائر الحسينية من هذا الباب. تسألني ما هي الشعائر الحسينية؟ أقول المشاركة في عزائه، الحضور في مجالس الوعظ والإرشاد التي تعقد في أيام محرم وصفر، والبكاء على الإمام الحسين، والقراء والتقرب إليه بذكره، بذكر مصائبه، بذكر بطولاته، بذكر مواعظه، والتقرب إلى الله بالحسين. الحسين وسيلتنا إلى الله، وهو أيضا وسيلة وهدف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.